السلام عليكم، أسعد الله صباحكم بكل خير. تغطية جديدة لمعلم جديد من معالم المدينة المنورة، وتغطيتي لهذا اليوم عن وادي بطحان. يحيط بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم عدد من الأودية، ولعل من أبرزها 5 أودية، وهي على الشكل التالي: أولا وادي بطحان والذي نقف فيه حاليا، ثم بهذه الجهة وادي العقيق، الوادي المبارك المعروف وهو أكبر الأودية في المدينة المنورة، ثم هنا بالقرب من جبل أحد وادي يسمى بوادي قناة، وهو بالقرب من جبل الرماة جبل عينين، ثم بالقرب من الطريق الدائري بالقرب من مستشفى الولادة وادي يسمى بوادي مهزور، وبالقرب من هذا المكان وادي يدعى بوادي مذينب أو مذينيب، ومذينيب ومهزور يتصلان بهذا الوادي. جماعة، أنا أحب الرسم والنحت، فلذلك أنا هرسم لكم مخطط هذه الأودية، يعني مخطط تقريبي للأودية في السنابات يعني عندنا هنا وادي بطحان، ثم هنا وادي العقيق، ثم وادي قناة، ثم وادي مهزور، ووادي مذينب. طبعا لكل واحد من هذه الأودية حكاية وقصة، وسأغطي كل واحد منها على حدة، كما هو حال تغطيتي لهذا اليوم عن وادي بطحان. وعندما أنتهي من إفراد كل هذه الأودية بتغطية مستقلة، إن شاء الله سأجمعها جميعا في تغطية واحدة بإذن الله. بالعودة إلى تغطيتي لهذا اليوم، سمي هذا الوادي بوادي بطحان لأن القسم الذي يجري فيه داخل المدينة سهل ومنبطح، ويدعى أيضا هذا الوادي غير وادي بطحان، يدعى بوادي أبي جيدة، ويعتبر هذا الوادي من الأودية الكبيرة في المدينة، حيث يقطع حوالي كما ذكرت يقطع هذا الوادي حوالي 15 كيلو مترا بدءا من هذا المكان، ثم وصولا إلى قربان، ثم إلى السيح، ثم إلى طريق العيون، ثم بعد ذلك يلتقي مع وادي العقيق في منطقة يقال لها زغابة، وهي على طريق العيون. طبعا اختلف في من بنى هذا السد، لكن المعلومة اليقينية أن الملك فيصل يرحمه الله هو من جدد هذا السد. جزاه الله خير، أحد الإخوة نبهني على بعض الأودية، وأنا كما ذكرت في البداية لن أذكر جميع الأودية، فهناك أودية كثيرة منها وادي الرانوناء. وادي الرانوناء وادي أنا بالأمس كنت أتصفح من كتاب وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى للإمام السمهودي، ذكر عدد من الأودية لكن أنا ذكرت البعض. طبعا ورد كثير من الأحاديث تذكر هذا الوادي، إما فضله أو ما حدث فيه من بعض القصص، ومن أبرزها في أحد التغطيات السابقة لي ذكرت أن هناك في المدينة المنورة 5 أشياء موجودة هي من الجنة، أحدها وادي بطحان. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وادي بطحان على ترعة من ترع الجنة. ومن الأحاديث التي ورد فيها ذكر هذا الوادي وادي بطحان حديث في الصحيحين عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان وإلى العقيق فيأتي بناقتين كوما في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: فلئن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث كثيرة لكن المقام لا يتسع لذكرها، سأذكر الآن المعالم الموجودة بالقرب من هذا الوادي وادي بطحان. من المعالم الموجودة بالقرب من هذا الوادي هذا الجبل، ويدعى بذي الجدر، وكانت هذه المنطقة مرعى لأهل المدينة، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غنم ترعى في هذه المنطقة بالقرب من هذا الجبل. ومن المعالم الموجودة بالقرب من وادي بطحان حصن كعب بن الأشرف اليهودي الخبيث الذي آذى الله وآذى رسوله. طبعا هذه المنطقة تعتبر هي منطقة مسكن يهود بني النضير، وقد أفردت حصن كعب بن الأشرف بتغطية مستقلة في قناتي على اليوتيوب.
بالنسبة لموقع وادي بطحان، يقع جنوب المدينة المنورة على بعد 6 كيلومترات تقريبا من المسجد النبوي الشريف على امتداد شارع قربان. إلى هنا أكون قد انتهيت من تغطيتي لهذا اليوم. ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر ربي لذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.